لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دوا اللي يشوفي أحلى عمر نكون سوا. لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دوا اللي يشوفي أحلى عمر نكون سوا. لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دوا قال لي شوفي أحلى عمر نكون سوا. لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دوا قال لي شوفي أحلى عمر نكون سوا. من حيرتي وتعذيب من شوقي لحبيب في بعده مبكيني من الفرح اللي ناسيني بالصبر بالصبر أطول من سنة قالي مالك قلت بحلم بس دينا في الهنا. دبت حيرة وغيرة مرة ليلي أطول من سنة قالي مالك قلت بحلم بس دينا في الهنا. في الفرحة يداويني بعيونه يغطيني بخط روحه يجيني وبشوقه يهنيني بالصبر بالصبر لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دوا قال لي شوفي أحلى عمر نكون سوا. يعني شريفة فاضل ده كان اختيار غادة الحقيقة، وشريفة فاضل مطربة عظيمة طبعا. يعني غير انها غنت ام البطل ولما راح الصبر منه اغاني كتير، بس احنا بنقعد ننغبش كده لما غادة تبقى جايه بنقعد ننغبش نقول ايه احنا بنحب نسمع ايه، احنا صح. ايه اللي بيطربنا من اجمل ومن ابدع ما غنت العظيمه شريفة فاضل، من اكتر الناس اللي بحبهم الحقيقه جدا يعني حاجه، ويعني اغاني جميله صح. انا عارفه ان عندنا اتصالات هاتفيه كثيره، ممكن يا جماعه نجيب التليفونات نجهز التليفونات. طيب كنزي من القاهره، اتفضلي يا كنزي. الو مساء الخير. مساء النور. منوره يا استاذه لميس، طبعا فنانتنا الجميله منورانا في شم النسيم. ميرسي يا كنزي، دي اهم الفانز الحقيقه. ازيك يا كنزي؟ كل سنه وحضرتك طيبه ودايما كده معانا. ميرسي ربنا يخليك. وكل عيد كده تبقي منورانا. ربنا يخليك يا رب. ميرسي. بجد بنشكرك على كل اللي بتقدميه لمصرنا الحبيبه في كل الاوقات، فاكراها بجد جميله دايما كده ومختلفه. شكرا يا كنزي، مشرفه مصر دايما في البلاد كلها. ميرسي يا كنزي جدا، فرنسا لكل الاماكن. شكرا يا كنزي. ميرسي. مين معانا؟ انا مش سامعه الاسم، مين معانا؟ ناهد، اتفضلي يا ناهد. الو. ايوه مساء الخير. ايوه مساء الخير. اهلا بيكي. مساء النور. ازيك يا مدام لميس؟ الحمد لله بخير. وميرسي على الحلقه، انت انعشتينا بصراحه. شفتي حاولت كده بس اغير الجو شويه. ده الحقيقه احنا عايزين كل يوم ثلاث مثلا كده حلقه مع فنانه جميله، يعني اي حد يجي يطلعنا من المود ده الحقيقه. هنحاول. ميرسي يا ناد. نفسك تسمعي ايه يا ناد من غير؟ انا حقيقه انا بحب طبعا ذكرى، وبحب يعني نجاة الصغيره، يعني انا جده، فبحب نجاة الصغيره طبعا. طيب وماله، ولو مش جده احنا بنحب نجاة طبعا. فانا يعني او ذكرى بقى هي تختار. طيب لو غنينا لنجاة احنا كنا محضرين ايه؟ حبايبنا دبنا. دبنا يا حبايبنا، وغنوه برضو صعبه بس حلوه. خلاص يا نادر هنسمع نجاة. نادر اتفضل يا نادر. ايوه مساء الخير يا دكتوره لميس. اهلا بيك، اتفضل. ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. اتفضل. انا بحيي غادة على فنها الراقي يعني بصراحه، وبشكرها على ان هي دايما فاكره مصر كده، وبحييها على فكره الاغنيه، وبشكرك ان انت بتخرجينا من المود كده بتاع السياسه ده خالص. ربنا يخليكي يا غادة، ميرسي جدا جدا بجد. ربنا يخليكي، كل سنه وانتم طيبين. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. طيب انا عايز تسمع حاجه يا نادر؟ يعني نفسي اسمع الف ليله وليله من صوت غادة. الف ليله وليله، حاضر. الف ليله وليله. اسراء، اتفضلي يا اسراء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. انا من اساتذه المعجبين بالفنانه غادة عادل. غادة راجب، غادة حلوه برضه حبيبتنا، بس طويله. بس طويله. غادة رجب، انا قصيره قوي. شكرا يا اسراء. عايزه تسمعي حاجه معينه؟ انا نفسي اسمع ورده، اغنيه ورده. حاضر، ووردة. وردة. وفاء، اتفضلي يا وفاء. اوكي اتفضلي. ايوه يا فاء، اتفضلي. مساء الخير يا دكتوره لميس. مساء النور يا فندم، اهلا بيكي. ايوه حبيبتي، انا بحبك قوي والله. ميرسي، ربنا يخليكي يا مدام لميس. ممكن بس اسمع اغنيه ام كلثوم من لسه غادة؟ حاضر، هنشوف ام كلثوم. حاضر، نشوف حاجه لام كلثوم. حاضر يا وفاء، حاضر. طيب نسمع وبعدين نكمل التليفونات، عندنا اتصالات كتيره جدا جدا جدا. طب نسمع يبقى نجاة. يلا ماشي، دبنا يا حبايبي. حبايبنا دبنا حبايبنا، ولا قلنا لحد اننا دبنا. حبايبنا دبنا حبايبنا، ولا قلنا لحد اننا دبنا. حبينا قد ما حبينا، ودارينا دارينا وخبينا وكدبنا حتى على قلوبنا. دبنا دبنا يا حبايبنا، دبنا حبايبنا حبايبنا يا مظلوم في الحب. روحين القلب يا مظلوم في الحب يا مجروحين القلب واخدين الصبر الصديق والامل الحلو الطريق. واخدين الصبر الصديق والامل الحلو الطريق على شط المستنيه. بحلم بحبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، وبراكب فرح معدية حتجيبلي حبيبي حتجيبلي حبيبي. وكفاية علينا حبينا، ودارينا دارينا وخبينا وكتبنا حتى على قلوبنا. دبنا دبنا يا حبايبنا، دبنا حبايبنا حبايبنا. غنت الغنوه دي في فيلم بابا علي علي علي، مش كده؟ طب مع رشدي أباظة، ما فيش اجمل من كده. الكوبليه الثاني بيظهر فيه رشدي أباظة، بيظهر فيه رشدي أباظة. يعني احنا حافظين الافلام يا جماعه، ده ثقافه يعني. ده عندك يعني فيلم رائع، احنا بنقعد نحفظ الافلام. بس كمان هي اتخرجت وقتها من الجامعه الامريكيه. ايوه بالظبط كده. محمود من القاهره، اتفضل يا محمود. محمود، مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا برحب سامعاك، اسمعني من التليفون لو سمحت، اتفضل. برحب مطربة مصر الأولى غادة رجب، وبقول لها كل سنة وهي طيبة. ميرسي جدا يا محمود، وانت طيب وبالصحة والسلامة يا رب. شكرا. تحب تسمع يا محمود؟ أنا بطلب من غادة لو سمحتي، عايز أسمع منها أغنية أهو ده اللي صار لسيد درويش. الله، اختيار جميل جدا طبعا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، مصر يا أم العجايب شعبك أصيل. والخصر عادي. طيب هنركز فيها دلوقتي، لا لا ونفتكر الكلام انا وهي، وفكره كويسه قوي يا محمود الحقيقه، اختيار موفق يعني. ايمن من الزقازيق، اتفضل يا ايمن. مساء الخير يا مدام لميس. مساء الفل. كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه. اكلت بيض وفسيخ ورنجه وكده يا ايمن ولا ايه؟ اكلت الحمد لله النهارده فسيخ كله تمام، الفسيخ تمام ومفيش اي حاجه. ها كله زي الفل زي الفل يا ايمن. برحب بالفنانه الجميله حضرتك طيبه، برحب بالفنانه الجميله غاده رجب. ميرسي جدا. ميرسي وبجد انا يعني دي من الاصوات اللي الواحد لما بجد بيسمعها بيحس ان في طرب وفي فن شرقي، وبجد يعني افتقدنا الحفلات اللي كانت بتحسسنا بجو الربيع. ايوه وجو شم النسيم طبعا. زي الحفلات بتاعت ليالي التلفزيون وليالي اضواء المدينه. والله انا وحشتني جدا بجد، احنا افتقدنا الجو ده، بقالنا مده عايشين في جو يعني حابين ان احنا نطلع منه. ده حقيقي. ومحتاجين بقى نسمع من الفنانه الجميله النهارده يعني اغنيه بسيطه جدا للفنانه سعاد حسني، الجو ربيع دنيا فكره برضه. حاضر، احنا عندنا لسعاد حسني طلبات كتيره وان شاء الله هنحاول نلبي لك طلباتك يا ايمن. فريده، يا فريده مساء الفل. كتير يا استاذه لميس، اهلا بيكي. اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك بالصحه والسلامه. بالالوان الجميله بتاعتك انت. انا وغاده النهارده عاملين الوان الوان الربيع الجميل. بكره ان شاء الله نشوف لكم لون بقى غامق قوي. احنا لا يا استاذه مش عايزين، احنا تعبنا. أيوة تعبنا قوي 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 كلنا والله. والله فحضرتك يعني كل سنه ومصر كلها طيبه طبعا، وربنا كده يزيح كل غم عننا ان شاء الله. ونفسي بقى يا مدموزيل غاده تغني لنا لا تكذبي. حاضر عينيا. احنا عايزين 3 ساعات من الغناء. حاضر يا فريد. كده كلمتين بس بلا تكذبي. حاضر. هي طبعا اشتهرت بلا تكذبي يعني يمكن من الاغاني الاولانيه اللي ظهرت فيها غاده. تهاني من اسكندريه، جيهان، اسفه جيهان. ايوه مدام لميس. ايوه جيهان. شم نسيم طيب على حضرتك وعلى الشعب المصري كله. ميرسي. وانا بحيي حضرتك على البرنامج الجميل. ميرسي ميرسي. وبحيي الفنانه غاده رجب. ميرسي جدا. وعايزه اقول حاجه جميله بتحصل في مصر. اتفضلي. انا بحيي كل المسعفين اللي ماشيين في اسعاف الطوارئ على الطرق، حتى الخاصه يعني اللي انا عايزه اقولها اللي هي بتاعت طريق العاشر. في الحقيقه في الناس ديت عايزه تحيه كبيره من الشعب المصري، وانا مش عارفه اقول ايه فيهم. يعني دول العربيات الاسعاف اللي كسر في اعلى الفخذ. والمسعفين دول ومنهم واحد اسمه وحيد وواحد اسمه الشيخ حسن، قاموا بحركات فيري بروفيشنال يعني متخصصين ومتعلمين وفي منتهى الاخلاق، وما سابوناش غير لما ودونا لحد المستشفى من جوه. انتوا حصل لكم حادثه ولا ايه يا جيهان؟ يعني انا مش عايزه اقول ما خدوش اكراميات جيهان. انتوا عملتوا حادثه ولا ايه؟ انا مش فاهمه. هي كانت حادثه وجم ونقلوه عربيات الاسعاف الحكوميه، هم بينقلوه. عملوا كل الحاجات البروفيشنال اللي المفروض تتعمل الكبيره اللي حطوها عليه مظبوط، بحيث ان الاستشاري اللي عمل العمليه قال انا اشكر الناس اللي نقلتك لان العظمه ما اتحركتش من مكانها. لا سلامتكم الف سلامه. الله سلامته ألف سلامة. وبحيي فعلا سيارات الإسعاف المصرية الموجودة في الطرق السريعة وبالذات طريق العاشر زي ما بتقول الأستاذة جيهان، وألف سلامة وتحيتك وصلت إن شاء الله يكونوا سمعوها. شيماء من أسيوط، اتفضلي يا شيماء. شيماء يا شيماء. طيب شيماء الخط قطع، نسمع بقى عندنا طلبات كتيرة جدا. نقول إيه؟ كان في وردة، وكان في طبعا لا تكذبي، وفي ألف ليلة. ألف ليلة. طيب نقول حتت سريعة. قولي قولي وردة بقى الأول. بس التوناليتي كده. وردة. اللي كان هو اللي كان قدر يغيره في يوم الزمان، اللي كان هو اللي كان قدر يغيره في يوم الزمان، لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان. كل ليلة من ليالي البعد عدت عليا وانت مش جنبي يا روحي يا نور عينيا نور عينيا، حبي فيها كان بيكبر متليلة واكتر والله متليلة واكتر، حبي فيها كان بيكبر متليلة واكتر والله متليلة واكتر، قد كل الليالي ديا واكتر شوية بحبك، وقد عمري ونور عينيا يا نور عينيا بحبك، وقد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك، وقد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري هحبك، وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك. يعني غادة انت مختاره كل الاغاني اللي بحبها بجد. وردة فنانه عظيمه رحلت في وقت حتى ما قدرناش نديها حقها الحقيقه، يعني لا السيده وردة خدت حقها ولا الموسيقار الكبير عمار الشريعي الحقيقه خد حقه، لا ولا عم فاكره احنا كنا قاعدين اخر تليفون وكان اخر تليفون سمعناه من عمار الله يرحمه وقال لنا كلام جميل جدا ده عالي. انا حتى في الحلقه ما كنتش سامعه الصوت قوي، كان من في غلوشه في التسجيل، لما شفت في الاعاده لقيته بيدعي لي واللي عرفته من مدام الاعلاميه مدام ميرفت القفاص طبعا زوجته ان هو كان تعبان وقالت له ما تتكلمش عشان تعبان، بس هو لا انا هكلمها. يعني الاثنين من العمالقه الحقيقه، عمار وورده الاثنين من العمالقه رحلوا، لكن مصر ولاده وان شاء الله طبعا ان شاء الله يا رب. انا بحس ان اللي بيروحوا دول ما بيجيش زيهم. طيب نسمع ايه بقى غير يا عندك يوسف؟ ايه عندنا بقى؟ يا اما نسمع ام كلثوم يا اما يما القمر على الباب ومن حبي فيك يا جار، احنا سعاد حسني في الاخر صح؟ سعاد حسني في الاخر. يا جاري نسمع دي يلا حبي فيك يا جاري أوكي. دي حورية حسن العظيمه حورية حسن سمعكوا حاجات غريبه كده شويه بس لازم تفتكروها، لازم الناس تفتكر حاجات طبعا. حورية حسن من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، واخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم، لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم، قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا تدور حواليا، معرفش معرفش ان كنت انا رايحه، معرفش ان كنت انا جايه، اخبي الشوق واداري اداري لا اعرفه الجيران. يا جاري يا جاري من زمان بخبي الشوق واداري لا يعرفوا الجيران، من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان بخبي الشوق واداري لا يعرفوا الجيران، واخبي الشوق واداري اداري لا يعرفوا الجيران. معاكي في بتلف هنا بقى واحده من اجمل وصلات رقص نعيمة، من اجمل الراقصات اللي جم على بموت في كلهم نعيمة معاك. في زينات علوي تحيه كاريوكا ساميه جمال، يعني زينات علوي لما رقصت مع عرباوي حاجه جباره. في عرباوي طبعا كانت حاجه جباره، فؤاد في كعب الغزال يعني كانت حاجه فظيعه. والرقص الشرقي ايضا رقص برضه فن مصري مهم جدا. انا كمان بحب قوي زينات علوي لما في المزيكا بتاعت زينه في الزوجه 13، الزوجه 13 ده موقف لطيف. طيب ايه بقى هنغني ايه تاني؟ احنا عندنا هنقفل قدامنا 5 دقائق تقريبا، لازم نغني حته من ام كلثوم طبعا، طلبات ام كلثوم كتير. ام كلثوم الف ليله، نادر طلب الف ليله. يا حبيبي يا حبيبي اللي له السماء ونجومه قمره سهره، وانت وانا يا حبيبي، انا يا حياتي، انا كلنا في الحب سوا. والهوى منه الهوى، والهوى منه الهوى، منه الهوى سهران الهوى، يسقينا الهنا ويقول بالهنا. يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي 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 يا شمس تعالي، بعد السنة مش قبل السنة. في ليلة حب حلوة، بألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، بكل العمر. شكرا.